وللحديث عن استمرار التظاهرات ضد فساد الأحزاب والحكومة وأيضا تردي الخدمات لا سيما في قطاع الكهرباء، ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط في التظاهرات الأستاذ حيدر سفينة. أستاذ حيدر، مرحبا بكم. يعني ما هي الرسائل التي يريد المتظاهرون في العراق إيصالها للسلطات الحكومية، طبعا مع مراهنة الأخيرة على إطفاء التظاهرات التي عادت بشكل أقوى عبر بوابة السخط الشعبي من جراء تردي قطاع الكهرباء في العراق؟ يعني ابتداء من الصعب جدا إطفاء هذا الملف، يعني ملف التظاهر هذا يعني يعود بين مدة وأخرى بقوة. يعني لو أخذنا الآن الأحداث الأخيرة، يعني نحن نعلم وأنتم تعلمون وكل العراقيين يعلمون أن وزارة الكهرباء يتم بيعها إلى الحزب الذي يعني يمتلك وزير ويعتلي صهوة هذه الوزارة، وبالتالي هذا الحزب عندما يدفع 10 ملايين دولار 15 مليون دولار بمقابل هذه الوزارة بالتأكيد يريد تعويض. كيف يحصل على التعويضات؟ هناك أكثر من 12 شركة عالمية قدمت عروض على الطاقة النظيفة. يعني أنا شخصيا لدي إحصائيات عن عدد الشركات الكندية، الأسترالية، البريطانية، سيمنز، جي إي، معظم الشركات التي جاءت إلى العراق للعمل على إنشاء محطات طاقة بديلة بالطاقة النظيفة يتم مقايضتها بمبالغ مالية عالية. يعني أنا أتحدث إليك يعني قبل أيام هنالك شركة إماراتية قدمت عرض على الطاقة الشمسية، تجهيز كل منزل بالطاقة الشمسية، وبالتالي هذا المنزل سوف يستغني عن الكهرباء، عن الكهرباء الوطنية. تم رفض هذا المشروع من قبل وزارة الكهرباء. طيب سابقا كنا نتهم الوزير بأنه وزير طائفي، الآن الوزير بالكتلة السائرون. طيب لماذا تعترض على هذه يعني هذه الشركات وهذه العقود؟ لذلك نحن عندما نتظاهر على هذه يعني على هذا القطاع ونقدم هذا المطلب، لا نريد سوى كهرباء. يعني الآن فصل الصيف، درجة الحرارة، يعني أنا أتحدث إليك من النجف، يعني درجة الحرارة في النجف 51، لا يوجد كهرباء. يعني كيف ممكن أن تعيش في هذا الجو؟ من الصعب جدا. أستاذ حيدر، وبالتالي يعني عندما نتظاهر يتهموننا بأننا جوكرية وأننا طيب أبناء السفارات، ونحن نطالب بكهرباء يعني فقط، لم نطالب بأي مطالب أكبر من هذا الحجم. أستاذ حيدر، المتظاهرون في محافظة النجف أغلقوا الطريق المؤدي إلى مطار النجف الدولي، هل هذه نعتبرها خطوة جديدة نحو الإضراب العام الذي لعب دورا كبيرا في ثورة تشرين؟ طبعا عندما يعني لما اوضح لك موضوع اغلاق منطقه مطار النجف، يعني هذه من المضحكات المبكيات. انت تعلم ان مطار النجف الان هو لا يتبع الى النجف ولا يتبع الى الديوانيه ولا يتبع الى الكوفه. طيب هاي المنطقه اللي فيها مطار النجف، ويعني هنالك اكثر من 15,000 منزل في هذه المنطقه قرب المطار وحول محيط المطار. يعني يوم امس يعني اتحدث الى مديريه بلديه النجف، المديريه البلديه يقولون هذه ليست يعني لا تتبع الى النجف. نتحدث الى مديريه بلديه الكوفه يقولون هذه المنطقه غير تابعه للكوفه. نتحدث الى المشخاب يقولون يعني باعتبار انه هذه المنطقه في مثلث نجف كوفه مشخاب، يقولون ان هذه المنطقه اللي فيها المطار وبها هاي المنازل هاي غير تابعه لهم. طيب هذه لمن تابعه؟ يعني احنا نريد مرجعيه لهذه المنطقه، 15,000 منزل يعني فيها ما يقارب نصف مليون انسان، ما تابعين الى جهه، يعني ما تابعين الى بلديه معينه حتى نطالبها بكهرباء. لذلك اضطر سكان هذه المنطقه بقطع الطريق، منع ايضا يعني اي دخول وخروج للمسؤولين في هذا، يعني بالذات المسؤولين بيعيشون في هذه المنطقه. نعم استاذ حيدر، منعهم من الدخول، منعهم من نعم. استاذ حيدر، يعني عوده السلطات الحكوميه تعيين ذات الاشخاص المتهمين بالفساد او حتى الابقاء على الحاليين الذين يطالب المتظاهرون باقالتهم، الى اي مدى يؤكد عدم رغبه الحكومه في تلبيه مطالب المتظاهرين وبالتالي حمايه الفاسدين؟ سيدي الكريم، لو كان هنالك جدية بالتعامل حتى من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لو كان هنالك جدية بالتعامل مع أي ملف، أي يعني مثلا ملف واحد، ولو ردنا ملف واحد مثلا حسم ملف المتظاهرين، قتل المتظاهرين، حسم ملف الكهرباء، حسم أي ملف. يعني الآن في النجف أنا أتحدث إليك، هنالك اجتماع لأعضاء مجلس النواب من النجف مع المحافظ لعرض رؤية أمام الوزارة. طيب هؤلاء الموجودين الآن في هذا الاجتماع يعلمون جيدا أن هنالك شركة تابعة إلى كتلة سياسية معروفة هنا في النجف استوردت محولات الكهرباء من يعني الكفر من إيطاليا، المحولة الداخلية من الصين. هذه المحولة لا تتحمل أي حمل أكثر من ساعة،
تم انفجرت طبعا هاي المحاولات معظمهم انفجرا. الملف منذ 8 سنوات وحتى الآن يدور بين هيئة النزاهة بين القضاء يعود إلى هيئة النزاهة، والفاسد معروف والعقد ثابت عليه، لكن حتى الآن يعني المستمعين الآن يقولون قد يكون ليس فاسد، قد يكون العقد يعني مجهول، قد يكون، وبالتالي بالمحصلة النهائية لا توجد أي جدية لا لمجلس النواب ولا لمجلس الوزراء ولا لغيرهم بحسم أي ملف. يعني لا زالوا يمارسون الضحك على المتظاهرين. لا لكن أنا يعني أنا أتحدث إليك وتذكرها علي، لم ولن يحسم أي ملف لا في هذه الحكومة ولا في الحكومة المقبلة، لأنهم غير راغبين أصلا بحسم هذه الملفات. سيد الكريم، هذا العراق شركة رابحة، اي حزب يتم يعني يحصل على وزير او عضو مجلس نواب سوف يحصل على ارباح باهظه، وبالتالي من هو المواطن؟ ماذا يعني لهم مواطن؟ هذا لا شيء، المواطن يستخدمونه في الانتخابات فقط ولا غير. نعم استاذ حيدر، استمرار الحكومه باغفال المطالب الشعبيه كيف يمكن ان يؤثر على التظاهرات وصولا الى تصعيد شامل لاسقاط نظام المحاصصه الطائفيه في العراق؟ نظام المحاصصه لا يسقط، يعني هو سياسيا من أتى بهذا النظام هو الوحيد القادر على إسقاطه. إيران وأمريكا اتفقوا على شكل هذا النظام ونوع هذا النظام، ولن يسقط هذا النظام لا بتظاهر ولا بانقلاب ولا بأي شيء. أمريكا وإيران هم الوحيدين القادرين على إسقاط هذا النظام، أو على أقل تقدير نظام المحاصصة وليس النظام السياسي بصورة عامة. يعني نحن يعني نعلم جيدا، لذلك لما خرجنا بتظاهرات نعلم أن هذا النظام لن يسقط، لكن نحن أردنا إصلاح هذا النظام. أردنا يعني لماذا تحدثنا مثلا حول حكومة التكنوقراط كواحدة من يعني أبواب معالجة الوضع الحالي؟ لأننا نعلم أن أمريكا غير جادة الآن بإسقاط هذا النظام، لأنها تتفق مع إيران بالرؤية حول شكل ومضمون هذا النظام. لذلك نعلم أن هذا النظام هو نظام محمي من قبل هاتين الدولتين. نعم. من محافظة النجف حيدر سفينة الناشط في التظاهرات، شكرا جزيلا لكم.